يا ليلي ليلي شو وين ليلي؟ نورو بشرفك ما تقطعي الحبل افكاري، عم بكتب مشهد جديد. ماشي حبيبتي انا اسفه. طيب بس ما شفتيها؟ لا ما شفتها. كيف يعني ما شفتيها؟ ظهرت فلت. لو هيدا تكون طلعت راحت الفكره وقطعت الحبل افكاري، ما في الواحد يكتب مشهد بهالبيت. طيب انا اسفه حبيبتي. طيب يعني وين بدك راحت؟ ما قالت لي؟ ايه ادري عم بسمع. ايه رح اجي. ادري بدي اياك تعرفني على الشيف تبعك. لك خلص ما رح اتاخر. ماشي ماشي باي. اسم الله عليك، شو هالنشاط هيدا كله؟ اللي رح تدوقوه اليوم مش حتقدر تغمض عينيك. شو خص هيك هي؟ ليلى ليلى صافي جاي لعنا بشحمه ولحمه، احذري ليش؟ ليش؟ جاي تصور عنا برنامج ستايلك غير بالمركز. زين اهتمي بالموضوع بنفسك. ليان عم بقول لك ليلى صافي جاي تصور عنا برنامج ستايلك غير بالمركز، ما فرحك الخبر؟ عادي، بعدين تعرفيني ما احب صدعت الراس. يلا انا بروح، اذا تبين شي كلميني. ماشي. غريب شبهها. شوف 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 هلا الكبه المشويه مو صعبه هالاكله؟ لك لا يا مولا ما هي صعبه، طاول طاول. هي ما قلت لك لسه على الكبه بسفرجليه والكبه بسماقيه؟ اذا هيك نقلني المقادير يلا. ايه اكتبي عندك. اقول لك بالاول اول شيء انسى ميديا، انا ما بدي اغشك. الحجه بتساوي برغل عمقي. مين الحجه؟ الحجه امي. ايه في ناس تانيين بساووه برغل ابيض. فانت بتريدي برغل عمقي ولا برغل ابيض؟ ليش شو الفرق؟ ياي الفرق كثير كبير. البرغل العمقي اكواس واطيب وبيني وبينك ارخص. اوكي لكن خلينا على هذا العميق. واخ ايش شو عميق؟ عمقي عمقي يعني اسمر. يلا سجلي عندك كمان. نص كيلو لحمه هبره، ربع كيلو لحمه قيمه يعني ناعمه مشان الحشوه، ربع كيلو دهنه، وربع كيلو شحمه دوار. ولي ادري فيها كثير كالوريات الاكله. لك لا خيتو لا ما فيها كتير كالوري. بعدين الكبة المشوية ما طيبة إذا ما شرشرت الدهنة والشحمة من الكواع العمص. كملي عندك لقلك. ماشي بسوى كمان تجيبي شوية مكسرات، جوز ولوز وصنوبر وفستق، وإذا بدك تدللي أماكن حطي كاجو. كل هدول شلون بدي أحفظهم؟ لك إيه لسه ما عطيتك طريقة التحضير، اكتبي بسرعة لأنه بعد منا بدي أعلمك أكلة القشاش. واخ واخ قصة لك.